الزول في الاول اي مزيانه في مزيانه. السلام عليكم، بيان ترانكيل الحمد لله الى اخره. اليوم عندنا موضوع مهم ومهم جدا، الا وهو العالم الامازيغي. شفت بعض المعارضين في الخارج طلبوا اقصاء العالم الامازيغي من المسيرات خاصه في منطقه القبائل، وهذا امر غريب. لماذا؟ إذا كان الطلب هو إقصاء العالم الأمازيغي فقط، في السؤال لماذا إقصاء العالم الأمازيغي؟ هو ليس علما سياسيا أو علم دولتي أو علم، هو علم الهوية الأمازيغية الموجودة في شمال إفريقيا. لو كان الطلب إقصاء كل الأعلام إلا العالم الجزائري، ممكن نقول أن هناك طلب وطني خاص بالجزائر، لكن لما ما تكلمش عن الأعلام الأخرى وتتكلم فقط عن العالم الأمازيغي فهنا مشكلة. هذه مشكلة. لماذا؟ يجب أن نقصي كل الأعلام إذن، فيجب أن تطلب من الذين يحملون علم دول غير الجزائر ألا يحملون هذا العلم، لأنه علم سياسي ليس كالعلم الأمازيغي، هو علم ثقافي للهوية الأمازيغية، وهو معروف من القديم وليس علما جديدا. صحيح هناك من لا يعلم هذه المعلومات، يعتقد أنه علم جديد، فهذا جاهل بتاريخ النضال الأمازيغي في شمال إفريقيا. هذه هي الحقيقة. لماذا نخفي الحقيقة؟ هناك ناس ماتوا من أجل الهوية الأمازيغية، من أجل المطالبة بالهوية، دخلوا السجون وعذبوا، وهناك من أغتيل، وهناك من قتل، وهناك إلى آخره. يعني المآسي كثيرة من أجل هذه الهوية الشمال إفريقية التي تحاربها العصابة منذ الاستقلال تحاربها العصابة، لأنها تعلم بأنها مهددة لها ولوجودها. هذه القضية الأمازيغية. وأتذكر أن حتى في أيام الاستعمار، لما طلب مصالح الحاج، أعتقد لم تخني الذاكرة، لما قال أن الجزائر سنبني جزائرا عربية ومسلمة، فسبب أزمة في المناضلين في نجم شمال إفريقيا الذين قالوا له كيف تقصينا ونحن لسنا عربا، نحن مسلمون، هذه حقيقة ولكن لسنا عربا، نحن أمازيغ، لماذا تقصينا؟ فخلقت ما يعرف بالأزمة البربرية. فكان النضال من القديم ليس من اليوم، وقد تحدث عنها الفقيد المرحوم رحمه الله السيد علي يحيى عبد النور، المتوفي مؤخرا، عميد الحقوقيين، نسيت اسمه، علي يحيى عبد النور أعتقد، معروف يعني على كل حال، تحدث عن هذه الأزمة بكتاب خصصه وكشف كيف استطاع مصالح الحاج، أو بالأحرى تم الاتصال به ليعلنها صراحة أن الجزائر المستقلة ستكون عربية مسلمة وفقط. يجب أن تقول هذه الكلمة لكي تدعمك الدول العربية المسلمة، وإلا نحن لن ندعمك. فلم يكن وطنيا في هذه القضية، فقال نحن في أزمة ونحتاج إلى الدعم الخارجي، فاختار أن يقصي
المناضلين شمال إفريقيا الذين كانوا السباقين، والذين هم من أعطاه من زكوه أو انتخبوه ليكون رئيسا في الحزب. وكان الجميع يعلم أن معظمهم كانوا من المهاجرين من منطقة القبائل الكبرى، وكانوا موجودين في فرنسا وقاموا بتأسيس نقابات وأحزاب وسندوا، وفي الأخير خلق أزمة لهم حيث أراد أن يقصي الهوية الأمازيغية وكأنها غير موجودة في شمال إفريقيا. أنا لا أعلم أن الإسلام قال هذا، لا أعلم، أنا أعلم أن الإسلام قال أن الاختلاف آية من آيات الله، اختلاف الألوان والألسان والألسنة آية من الله. كيف مصالح الحاج ينكر هذه الآية؟ كيف للمسلمين الدول الإسلامية والعربية تطلب إنكار هذه الآية في خلق الله؟ ما هذا؟ هذا غير مقبول. المهم هذا موضوع آخر أخذني الكلام إليه، ولكن نعود إلى المعارضين الذين يطالبون إلغاء الراية الأمازيغية. ما هو الفرق بينهم بين من يسب الهوية الأمازيغية أو ينكرها أو يقول عليها ما لم يقله أحد من الأكاديميين والمختصين؟ ما هو الفرق؟ مثلا رأيت أن بعض الخبثاء يقولون ما شوف يعني شوف الخبث نتاعهم وين وصل، شوف يعني قال لك العلم الأمازيغي هذا اخترعه يهودي، لا أذكر اسمه، اخترعه يهودي وهو أبو الأمازيغية والأمازيغ. لماذا هم يريدون؟ هم شوف هم عندهم فكرة أن كل ما تريد أن تشوه قضية أدخل فيها يهوديا صهيونيا، ليس باب صهيونيا، أدخل فيها صهيونيا وقل أن هذه القضية من اختراع صهاينة، فبذلك ستكره الناس فيها لأنهم يكرهون اليهود والصهاينة وبالتالي يصبحون أعداء لهذه القضية. يعني يكذبون ليبررون غباءهم وإنكارهم للاختلاف والتعدد. هذه مصيبة، هذه مصيبة، هذا غير معقول. ناس اللي تخمم كيما هكا واش تحوس؟ هل هذه هي الجزائر الجديدة؟ هل هذا هو المشروع؟ هذا المشروع مرفوض من الآن، من الآن هو مرفوض وغير مقبول. يقولون مثلا أتذكر أنهم شوف يعني الغباء نتاعهم، يقولون عن العلم الأمازيغي كما قلت مخترع وليس وهو وهذا الكلام غير صحيح، لأن من اخترعه هو جزائري معروف وقد تكلم في حصة رأيتها في قناة تلفزيونية القناة بربر تي في، أتوا به وتكلم كيف فكر في الفكرة وكيف اقترحها إلى آخره، وهو جزائري أصيل وقال أن من يجب أن نشكره على العلم الأمازيغي هم بالدرجة الأولى هم النساء، لأنهم هم من خاطوه واعتنوا بخياطته ووزعوه بين النساء. يعني شوف القصة الحقيقية لا علاقة له بما يقوله هؤلاء الخبثاء. وهذا العلم للتذكير فقط هو موجود، هذه الألوان ثلاثة موجودة من قبل، وقد رفعتها لالة فاطمة سومر وهي موجودة في لوحة فنية موجودة في قصر في مقر الحكومة أعتقد
أو قصر المراه، يعني موجوده في، هي لوحه فنيه موجوده في مركز او مقر الاجتماعات الحكومه برئيس الجمهوريه. موجوده لوحه فيها الالوان ثلاثه. ما اضافه هذا الذي صمم العلم او ما اقترحه هو اضافه حرف الزاد الامازيغي الذي يقول عليه بعض الخبثاء يسمونه شو، حتى الكلمة هي فرنسية، يقول لك فرشيطة، والفرشيطة هي مشتقة من كلمة فرشات التي تعني الشوكة، وهي فعلا هذا حرف الزاد شوكة في أعناقكم إلى يوم الدين، لأنكم خبثاء ولا تحبون التعدد والاختلاف وتكرهون هذه الأرض. أنتم تعتقدون أن هذه الأرض غنيمة وليس وطنا. بهذا الخبث لن تنجحوا، ولن يقع هذا العلم الأمازيغي، بل سيبقى شوكة ومرفوعا في السماء. ما تقولوش فرشيطة، قولوا شوكة يا ولاد حرام. يعني حتى فرشات عربتوها بغباء وصارت فرشيطة، قولوا فرشات ما تقولوش فرشيطة. ياك تكرهوا انتوما لفرنسا، وعلاه تقولوا فرشيطة؟ فرشيطة هي كلمة فرنسية معربزة. هذا هو جوابي لكم أيها الخبثاء. المهم، وقلت أن هذا العلم موجود من قبل وفيه ثلاثة ألوان. الألوان لا ترمز لأي شيء إلا لطبيعة المنطقة، فاللون الأصفر إلى الصحراء، واللون الأخضر إلى الحقول والهضاب والجبال والخضرة، واللون الأزرق إلى البحر والسماء، واللون الأحمر إلى الدماء التي زهقت من أجل هذه الهوية الشمال إفريقية التي حاربها الجميع بدءا من الرومان إلى اليوم، التي كل الناس الذين أتوا لهنا حاربوها لأنها شوكة في أعناقهم وستبقى كذلك. فهذا الطلب من طرف هؤلاء المعارضين مرفوضا جملة وتفصيلا، مرفوض. العالم الأمازيغي باقي وهو عالم الهوية، ومن يحب الأمازيغية ويعترف بالتعدد والاختلاف والأرض الأمازيغية والشعب الأمازيغية التي حوربت منذ الرومان إلى اليوم يجب أن يرفع هذا العلم، وإلا فإنه منافق وخبيث، وله مشروع غير المشروع الحقيقي والديمقراطي لهذه الأرض، ونحن لا نوافقه، وليس منا ولسنا منه من يعادي هذه الراية، هذه الراية فقط. أنا أؤكد، لأنه قال لا ترفع هذه الراية فقط، من يقول هذا فهو خبيث ومنافق. إذا كنت تطالب عدم رفع الراية فقل كل الراية ما عدا الراية الوطنية. ممكن هنا سنتفق، ممكن سنتفق، أما أن تعزل فقط الراية الأمازيغية فهذا أمر مرفوض تماما. ولست أنت من تأمر الشعب، بل الشعب هو من يأمرك ماذا تفعل أو تطلب من الشعب. ليس لك الحق أن تطلب شيئا من الشعب، الشعب هو الذي يطلب. وإن أراد أن يغير الراية فيغيرها، وإن أراد أن يغير الدستور فليغيره، وإن أراد أن يغير النشيد فليغيره، الشعب هو من يقرره، ليس أحد غير الشعب، الشعب هو السيد. لا 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 أحد من المعارضين له الحق أن يطلب هذا من الشعب الجزائري. هذا كلام واضح ومعروف، وأعد وأكرر أن شمال إفريقيا هي مهد الإنسان الحديث كما ذكر العلماء في آخر اكتشافاته، وهذا الرمز يزيدنا فخرا لأنه يرمز إلى الرجل الحر، ومن لا يحب الرجل الحر فهو لا يحب الجزائر الحرة. هذه هي.
أرثو فارغ لقبونس.